طيب ايه اللي انت عملته تاني غير الحيطه وعملته ازاي؟ انا ابتديت، انا بحب الحاجات القديمه قوي، فابتديت انزل مثلا سوق الجمعه او الناس بتوع الربابيكا، الناس اللي بتهتم ان هي تشتري الحاجات القديمه دي، اشتري حاجات بايظه انضفها واجددها واستخدمها استخدام معين. يعني مثلا الجرامافون ده، ده جرامافون اللي المفروض بيشتغل باسطوانات فحم، الاسطوانات القديمه دي. فالاسطوانات غاليه جدا، وفي نفس الوقت انا مش هعرف اجيب، يعني مش هعرف اجيبها. فقررت ان انا اجيبه واصلحه، بس هشغله على اجيب سماعه بلوتوث واحطها في الصندوق بتاعه، في الصندوق بتاعه، وان شاء الله بعد كده بوصل السماعه البلوتوث ديت على الموبايل. بس البوق بتاع الجرامافون بيبقى يعني عامل فورم كده في الصندوق، عشان بيبقى الصوت كانه طالع من البوق، فتسمعي الصوت قديم شويه. اوكي. طب بس يعني بحاول بس استغل الحاجات اللي متاحه يعني.